أخبار اليوم. نقل سوق الترجمان، فالزبون بقى ينزل يشوف سوق الترجمان. دلوقتي ما فيش اي كلمه على سوق الترجمان ولا على الناس اللي اتشال، ما بقاش في اي كلام على في الاعلام على سوق الترجمان، فما بقاش الزبون ينزل اصلا. ده هنا كويس، منطقه كويسه بالنسبه لنا، احنا قريبين من الوكاله هنا، واخد بالك. لكنك هو في عيب واحد، ان هم قاعدين لسه الناس اللي واخده نمر معانا هنا، الناس اللي واخده نمر معانا هنا فرشين بره عند المستشفى وعند الكهرباء، فاهم؟ هم الزبون لما يجي علينا بيلاقوه بيشتري ويمشي، لكنكم احنا تعبانين هنا. دخلنا بقى لنا حوالي سنتين اهو، دي تاني سنه لينا. اول سنه كانت الدنيا شغاله وكان في زبون، دلوقتي ما فيش زبون، زي ما انت شايف كده الدنيا فاضيه. من هنا مؤقتا بس 6 شهور، وبعد كده خلصوا 6 شهور، قالوا ان المبنى لسه ما خلصش، جددوا 6 شهور تاني. والحي بيجدد مع الترجمان فتره ورا فتره، واحنا قاعدين زي ما احنا. البيع والشراء ضعيف معانا بالنسبه للازالات قاعده موجوده في الشارع. كانوا متفقين معانا على وابور التلج. عن وابور التلج طبعا ده اتعملت لمسبيرو، ما اتعملش فيها حاجه، فضلت زي ما هي. الله اعلم هيدوها لمين ومين اللي ياخدها، ما خدناش حاجه. سنتين بهذا الوصف، لما الواحد خرج عليا الحرام من بيت ما الاقي العلاج لبنتي النهارده، والله وربنا تشهد عليا. احنا جينا هنا على اساس ان هنقعد 6 اشهر وهنتنقل، ده كان كلام المحافظ وكلام رئيس الحي وكلام الحكومه. بره كنا بنطلع نقف بره في الشارع، طبعا الحكومه بره خاربه الدنيا، بتاخدنا وبتعمل لنا محاضر وبتاخد الشغل مننا. طبعا الاول ايام وزاره ابراهيم محلب، كان ابراهيم محلب كل يومين ثلاثه هنا. من ساعه ما اتشال ابراهيم محلب احنا ما بنشوفش حد هنا بصراحه. لا ما فيش صرف صحي حداني، انا فيش دارة ميه كويسه بتاع، هذه الحاجات اللي هي مش موجوده. ولا حتى رئيس الحي، ما بنشوفش الا موظف من الحي كل اسبوع يجي بيسجل الاسامي اللي واقفه، مش اكتر ولا اقل. في حكومه بره وفي مرافق بره، ازاي في حكومه بره وفي مرافق ودخلتونا من الشارع وسايبين ناس تاني واقفه بره؟ وقفنا هنا موتنا هنا، احنا بقالنا من ساعه ما اتنقلنا هنا واحنا بنموت. اللي حصل اهو النومه زي ما انت شايف، الناس ما بقتش تيجي، الناس عجت على بره تاني. واهو زي ما انت لو شفت اكثر من كده اقول اقسم برب العز لو هتيجي ليل ونهار ما هتلاقي الا الوقف الحال ده. 20,000 جنيه واللي عليه 27,000 جنيه واللي عليه 30,000 جنيه بسبب على دلوقتي. بص كده انت جيت على غفله اهو، البضاعه دي بتاعت الشتاء لسه يعني لسه ما اتشالتش لحد دلوقتي، باظت يعني. مفيش تاجر عايز يدينا شغل خالص. ادينا بقى لنا سنتين اهو مرميين رميه الكلابه. الشهرين الاولين اللي احنا جينا فيهم بنبيع ونشتري، وبعد كده زي ما انت شايف حضرتك طلع لي زبون الظهر ادنا والساعه 1 اهي، طلع لي زبون واقف بيشتري حاجه. بقى لنا سنتين دلوقتي، وغير كده وكده الفرش البضاعه الشمس كلتها، ولا بنبيع ولا بنشتري. اقل واحد ان هو مش اقل من 5-6,000 جنيه 3-4 استندات حاططه، غير علينا فلوس بنحط وما بناخدش حاجه، ولا راضين يدونا محلات ولا راضين يشغلوا المكان. بره الوقت واقفين زي ما هم، بقت لعبه قط وفار. تيجي البلديه يخشوا جوه الحواري وجوه الاحواش، تمشي البلديه يروحوا خارجين بحاجتهم، واحنا هنا عشان احترمنا نفسنا وجينا هنا ولا بيع ولا شراء حضرتك. احنا اكتر من 500 فرد هنا. وكله دلوقتي بيطلع بره. طب احنا ايه نظامنا؟ وقالوا اللي مش هيمضي مش هيلتزم في الحضور مفيش، مش هياخد اي حاجه، واحنا على باب الله. ولا معانا نقعد في محلات ولا معانا نجيب فرش جديد. نعمل ايه؟ ايه الحل؟ دايلنا